ايه، السلام عليكم. واحد بيسألني على ايه، بيقول لك الورك في الفرخة ولا الصدر، مية اهم لصحة الانسان وكده. طبعا صحة الانسان ما لهاش علاقة بالورك والصدر ولا اي حاجة. هي الفكرة ان هي كلها الياف وعضلات وفيها بروتين وفيها مواد غذائية، يعني العناصر الغذائية، فبتدخل في المعدة فبتتهتك كلها وبتدوب، بيمتص منها الجسم اللي عايزه والباقي بيخرج. فما فيش نقطة أو ما فيش نقدر نقول الورك ولا الصدر ولا كذا، فكلهم واحد. لكن هو بيقول لك عشان الأمان والحقن والبتاع ده، طبعا بالنسبة دي ما تقدرش انت نحددها، إلا لو انت مثلا خدت الفرخة مذبوحة ورحت البيت لقيتها من جوه مثلا، يعني لو لقيتها من جوه كل عروقها سودة، فدي 100 100 هتكون ايه، يعني الدم ما استنزفش منها، يعني دي ميتة. لو لقيت مثلا فيها ريحة برضو، دي يعني حاجة معينة، يعني مذبوحة قبل كده او يعني ما معنى. وانت بتلاقي مثلا عشان تعرف المية، فايه هي ازاي، انت جايبها كيلو مثلا ونص، كيلو ونص المفروض لو هو ذبحها وقطع لك الجلد والراس، وانت جيت توزنها بعد الذبح بتاعها، هتشلها بتاع 30% مثلا هيطلع منها، ف30% مثلا هيطلع منها او 33. لكن انت لو يعني الكيلو ونص ممكن يعمله كيلو 230 او حاجة زي كده يعني، او هتنقص نسبة. لكن لو فيها مية هتلاقي النسبة تزيد، يعني هتبقى الكيلو ونص يطلع كيلو. ليه؟ لانه في 200 جرام مية داخلين، وده عشان حبوب منع الحمل، ولا عشان بضرب بعدين حقن الحمل، حقن المية اللي بضربها. انت لما بتيجي في الجلد هتلاقي المية موجودة تحتيها. طب افرض انه هو وهو بنضف راح سطح الجلد عشان المية تطلع، انت هتلاقي في تلوث، في زراء، في خضار على اللحمة من بره، تروح ترجع حاله وقول له اعمل لك محضر، هيخاف، وطبعا هو مش عاوز شوشرة. فدي فكرة. تميز الفرخة خلاص منفوخة وخلاص قلناها.